مخطوطات. لقد ألف الشيخ محمد بن محمد إبراهيم الكلباسي كتابا في الفقه، طيب؟ ما يزال مخطوطا. ما اسم هذا الكتاب يا محمد؟ هل هو هداية الأمة؟ أم هو المختصر النافع؟ أم هو مدارك الأحكام؟ الإجابة بدأت في هذه اللحظة بالعد التنازلي. يلا مشورة والوقت ينتهي. 15 ثانية، 14 ثانية، 13 ثانية، نختار وسيلة مساعدة للاتصال بقناة المعارف. يختارون آلية المساعدة والاتصال بقناة المعارف. وننتقل إلى الكنترول. عزيزنا في الكنترول يتصل في هذه اللحظة بقناة المعارف ليسأل مسؤول قناة المعارف عن الإجابة الصحيحة. يلا شبابنا نتصل. ألو ألو، سلام عليكم. كيف الحال أستاذ أحمد؟ حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ زين العابدين. وسهلا بكم. رمضان كريم عليك، على الأسرة وعلى كل العاملين في قناة المعارف. جزاكم الله خير وتقبل الله أعمالكم، وتحيات من العتبة العباسية المقدسة. الله يبارك فيكم إن شاء الله. شبابنا في جامعة الكفيل طلبوا أن تكون المساعدة من قبل قناة المعارف، وهي آلية من آليات المساعدة في هذه المسابقة. نعم حياهم الله. يطرح السؤال عزيزنا محمد عليكم. لقد ألف الشيخ محمد بن محمد إبراهيم الكلباسي كتابا في الفقه ما يزال مخطوطا، ما هو اسمه؟ هداية الأمة أم المختصر النافع أم مدارك الأحكام؟ عزيزي محمد، أنتم أي إجابة ترشحون مبدئيا؟ مدارك الأحكام. ترشيحكم بعيد عن الإجابة الصحيحة، والإجابة الصحيحة هي كتاب هداية الأمة. طيب تثبتون هداية الأمة؟ إن شاء الله. ثبتوا هداية الأمة الكنترول. ممتاز، الإجابة صحيحة. وآل محمد.